زوجتي نسيت أن تقصر من شعرها بعد العمرة وبعد شهر تذكرت، ماذا عليها؟ نعم، زوجتي نسيت أن تقصر من شعرها بعد العمرة وبعد شهر تذكرت، ماذا عليها؟ عليها أن تقصر، متى ما ذكرت تقصر ولو طال الوقت، لأن عمرتها ما تمت. وإن كان حصل عليها جماع قبل أن تقصر فعليها فدية، تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء في الحرم وتقصر من رأسها. أما إذا كان ما حصل عليها جماع فيكفي أنها تقصر من رأسها لتكمل عمرتها. نعم.